مرحبا، أنا الدكتور ضياء حجازي، اختصاصي جراحة التجميل والترميم. موضوعنا اليوم راح يكون عن حشوات السيليكون، وهي من أكثر عمليات جراحة التجميل إجراءا في العالم. ممكن في أكثر من 1,000,000 ست بتسوي عملية وتكبير الصدر عن طريق السيليكون. هلا من الأسئلة اللي بيسألونا إياها إنه شو في أنواع السيليكون وشو أحط وإيش هذا الخشن وشو الناعم شو الدمعة، فبدنا نحكي اليوم عنهم بطريقة مختصرة. هلا السيليكون اللي موجود خصوصا في الأردن اللي هو من برا غشاء من السيليكون ومن جواته في سيليكون، هذا السيليكون بيحكوا له كوهيسيف يعني متماسك، يعني لو هذا الغشاء انمزع هذا السيليكون جواته بيضله محافظ على الشكل. على اساس هيك بنشوف السيليكون ماخذ شكله بحافظ عليه، قد ما بنضغط عليه ما بتغير شكله. طيب هلا في سيليكون اللي هو اقل انتشارا، بكون الغشاء من السيليكون وجواته في محلول ملحي، هذا النوع مش كتير موجود. فاحنا راح نركز اليوم نحكي عن السيليكون اللي هو غشاؤه من السيليكون وجواته في سيليكون اللي هو متماسك كوهيسيف. هلا في منه بيحكوا الخشن والناعم. الخشن المقصود فيه ملمس السيليكون. هلا في سيليكون بتلاقي ملمسه هيك مغبش، هذا بكون اللي هو السيليكون الخشن. وفي سيليكون بكون ملمسه ناعم اللي تشوفوه شفاف، هذا هو الناعم المقصود فيه الناعم. هلا امتى نستعمل هاي وامتى نستعمل هاي؟ في حالات نستعمل فيهم الخشن اذا بدنا نسوي عملية مثلا شد ترهل او شد الصدر مع التكبير، يفضل انه يستعمل الخشن. هذا فائدته انه بيضله ثابت في محله اكثر من الناعم. على العموم الفروقات بينهم ضئيلة. هلا في شيء بيسالوني انه شو هو الدمعة وشو هو الدائري. الدمعة بيجي شكله مش متماثل، يعني في جزء منه اكبر من جزء، زي ما شايفين هون مليان اكثر وهون فاضي اكثر، عم بيحاول يعطي شكل الثدي الطبيعي. بينما الدائري زي ما شايفين شكله دائري، ما فيه هذا المتماثل تماما 100% من كل الاتجاهات. هلا هذا بصراحة يعني ما له فائدة كثيرة بالنسبة كشكل التجميل للصدر. يعني سووا كثير دراسات، فرضا انه سووا دراسة جابوا مجموعة من المرضى وحطوهم قدام جراحين تجميل، هذول المرضى كانوا مسوين عملية تكبير الصدر عن طريق الدمعة والعادي، لا المريض عرف شو المحطوط له ولا جراح التجميل الموجود عرفوا انه قدروا يحذروا شو النوع المحطوط للحشوة. فعلى اساس هيك الدمعة يعني ما في لها كتير ايجابية او انه شغلة كتير احسن. وفي نفس الوقت هاي الدمعة اللي شايفينها ممكن تقلب في جوا الصدر، لما تقلب بصير شكل الصدر غريب. فعلى اساس هيك يعني الدمعة هاي يعني تستعمل في حالات معينة مش في كل الحالات. الشغلة الثانية بالنسبة لحالات السيليكون اللي هي انه شو استعمل، هل قاعدته عريضة او بروزه كبير. هلا زي ما شايفين السيليكون ممكن يجي نايم السيليكون او شوية بارز اكتر وقاعدته اضيق، او قاعدته اضيق وبروزه اكبر. هدول تقريبا نفس الحجم اللي شايفينهم، بس اللهم الفرق في المقاييس انه القاعده ضيقه وبكون بروزه اكثر، هذا لا هذا فارش وبروزه اقل. هل هذا بيعتمد على شكل الصدر عند الست وعلى انسجه الثدي الموجوده عندها، فمنهم بنختار. هلا اهم نقطه في الموضوع حجم السيليكون اللي يتم اختياره، في احجام مختلفه، في شيء كبير زي هذا وفي الاصغر وفي حتى اصغر من هذا كمان. هلا هذا بالاتفاق مع جراح التجميل، لازم المريضة تاخذ رأي جراح التجميل بالنسبة للحجم. بس بشكل عام كل ما كان الحجم معقول أكثر المشاكل بتكون أقل. فعلى أساس هيك بنصح إنه عدم المبالغة في موضوع الحجم. في من الأسئلة الشائعة بيسألونا إنه والله إذا أنا طلعت في الطيارة هذا السيليكون ممكن ينفجر. هاي معلومة خاطئة 100%. هدول السيليكونات الجديدة معمولة بتقنية عالية جدا، ما بتنفجر لو تنضغط، لو يعني لو مشت عليها سيارة برجع نفس الشكل، فقوية جدا ما بتنفجر مش بهالسهولة يعني. فهذه معلومة خاطئة جدا.
في بيسألونا كمان إنه إذا أنا مثلاً ست إنه حملت أو كذا إنه هذا رح يأثر على الرضاعة؟ أبداً ما بيأثر على الرضاعة. في حالات المرات بنحط السيليكون عن طريق الحلمة جزئياً ممكن يأثر، بس بشكل عام ما في تأثير لا على الحمل ولا على الرضاعة. أيضاً من الأسئلة الشائعة إنه إذا حطيت السيليكون إنه لازم أغيره كمان 10 سنين؟ لا، ما بنحكي إنه لازم يتغير، نحكي لازم بعد مثلا بعد ما تحطيه بثلاث سنين تشيكي عليه عن طريق الأشعة، تسوي له فحص أشعة تشوفي كيف شو صار بالسيليكون. ففي ستات بضل عندهم السيليكون 10 و15 و20 سنة، في حتى الرقم العالمي في ست عندها حشوة السيليكون صار لها 33 سنة وموجود ما صار فيه شيء. آخر شيء إنه بالنسبة لحدوث السرطانات، هلا هدول المواد المستخدمة في صناعة السيليكون يعني بمرت باختبارات قاسية جدا وصعبة جدا. أكثر مادة درست من قبل دائرة الغذاء والدواء الأمريكية هي حشوة السيليكون تبعت الصدر، فالمواد اللي موجودة فيها آمنة جدا واحتمال حدوث السرطانات لا يوجد. فهذا الموضوع إلا بعض الحالات النادرة جدا جدا جدا. غير هذا السيليكون آمن ما فيه منه مشاكل. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من المعلومات اللي قدمناها وجاوبنا على أسئلتكم بخصوص حشوات السيليكون، وشكراً.